اهلا بحضراتكم من جديد متواصلين ومعنا مازال في حوارنا هذا على الهواء مباشره الاستاذ محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر. استاذ محمد احنا كنا قبل النشره الاقتصاديه بنتكلم عن البرنامج الموضوع عموما من جانب الدوله لتطوير المناطق العشوائيه زي ما حضرتك ذكرت انه دي بدايه ومهم جدا الناس تعرف انه لسه في الكتير اللي هتعمله الدوله والجهات المتعاونه من اجل حل هذه المشكله والقضاء عليها نهائيا. حضرتك كنت اتكلمتنا عن بعض اجزاء هذه الخطه فنستكملها بمراحلها المختلفه. طبعا يعني اولا يعني بنهني الناس على المعلومات الجميله انما بنطمنهم انها جزء من منظومه عامه. المنظومه عامه للدوله واستراتيجيه الدوله في مواجهه عدم تكرار هذه الظاهره هي رقم واحد زي احلال المناطق الخطر. رقم اثنين الاسكان الاجتماعي وصندوق تحيا مصر احنا رصدين مليار للاسكان الاجتماعي. معالي الرئيس اعلن ان في اربع مدن جداد في ثلاث محافظات في الصعيد هينشؤوا في وقت واحد. في الظهير الصحراوي اللي هو الريف المصري الجديد، الريف المصري الجديد ده يعني شركه تم تكوين شركه براس مال 8 مليار وبدا في العمل. كل ده بيعمل ايه؟ اولا بيمنع الهجره. بيخلي كل ابناء كل محافظه بيلاقي سكن لائق وعمل لائق في محافظته، فهنا مش هيهاجر عندنا. فالخطه ماشيه لاحتوائها في كل الاتجاهات، احلال للمناطق الخطره لتوفير عدد وحدات جديده بما يتلائم مع عدد السكان في كل محافظه واحتياجاتهم، بالاضافه لايجاد فرص عمل وايجاد سكن ملائم في كل المحافظات بحيث مش هيضطر حد يجي من اي محافظه ينزح للقاهره عشان خاطر او يشعر انه عزل لما اتنقل من مكانه لمكان اخر، يعني ما يحسش انه الدنيا هو معزول فيها، يكون مربوط بشبكه نقل ومواصلات وفرص عمل زي ما حضرتك قلت. والله هو كان جاي هنا جه هنا مضطر. يعني ضاق به العيش زي ما بيقولوا. فاحنا بنوفق يعني خطه الدوله اي معنى انها بتعمل تنميه شامله على مستوى الجمهوريه بحيث تقضي على مشكله النزوح، توفر عدد الوحدات الجديده المتلائم، وتوسع حجم الاقامه، لان دلوقتي احنا كنا على 7% من المساحه مع اضافه الظهير الصحراوي واضافه المدن. شفنا احنا افتتاح الفرافره والفرافره ده بعتبره اكبر بدايه واشاره جديه جدا من الحكومه لتغيير استراتيجيه الدوله في اقتحام المشاكل وحلها بشكل جذري. اقتحموا مشكلتين هناك، مشكله توسيع حجم الرقعه في محافظات الصعيد واضافه رقعه جديده سكنيه انتاجيه زراعيه. ثاني حاجه زرع القمح. زراعه القمح وتخزينه في صوامع يعني على اعلى مستوى ده نقله برضو كبيره، اللي احنا طول عمرنا عندنا الصوامع الترابيه. والصوامع الترابيه يعني احنا كنا قايمين على حاجتين، اولا زراعه القمح كانت المساحات غير كافيه، ان كان في توجه ان الدوله اي دوله تزرع المحصول اللي بيجيب لها عائد تصديري عالي والمحصول اللي ممكن تستورده بالفوائد الاستيراد التصدير تستورد. اما حصل جفاف في امريكا وفي كندا ما رضوش يدونا قمح. فالنهارده ده سلعه استراتيجيه جدا. طبعا يعني هو الموضوع يكون نموذجي متكامل، هي مش فكره ان انا بنقل المواطن لمكان يسكن فيه، ان انا بستفيد من قدراته من كفاءته من الانتاج اللي ممكن يقدمه للدوله. احنا واحنا في مدينه الاسمرات تحيا مصر الاسمرات هنقترب اكتر من خلال التقرير اللي جاي لتفاصيل عمليه نقل المواطنين اليها وايه هو المتوقع منها في هذا التقرير، ونعود لنستكمل حوارنا. بنعتذر بس يمكن عن بعض الاصوات لانه دي منطقه عمل والعمل مازال مستمر، احنا قاعدين قدام المرحله الثالثه اللي بيجري العمل فيها، في جرارات في عمال، فبنعتذر اذا كان في بعض الاصوات اللي بتعترض الصوت، وبناكد ان احنا في منطقه عمل مازال مستمر في حي الاسمرات. انطلاقا من خطة القيادة لبناء مصر جديدة على المستويات كافة من خلال أسس علمية ومنهجية ضمن استراتيجية رؤية مصر 2030، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين الماضي افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع حي الأسمرات للإسكان الاجتماعي في منطقة المقطم. والأسمرات هو أحد المشروعات القائمة في الاستراتيجية للقضاء على العشوائيات والتي تحقق هدفي النمو والعدالة الاجتماعية. ومشروع مدينة تحيا مصر يشمل الأسمرات 1 و2 و3 في حي المقطم بالقاهرة ليصبح كبديل لأهالي المناطق العشوائية. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع 6258 وحدة سكنية و150 محلا تجاريا وثلاث وحدات صحية وثلاث حضانات وأربعة ملاعب بتكلفة 850 مليون جنيه على مساحة 65 ألف فدان بتمويل من محافظة القاهرة وصندوق تحيا مصر.
أما المرحلة الثانية فتشمل 3722 وحدة سكنية و110 محلا تجاريا ومدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 61 ألف فدان بمشاركة بين محافظة القاهرة والقوات المسلحة بنسبة مشاركة 50% لكل منهما، وتمويل المرحلة بالكامل من صندوق تحيا مصر. أما المرحلة الثالثة فتتضمن إنشاء 7440 وحدة سكنية بتكلفة تفوق المليار جنيه من صندوق تحيا مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته التي ألقاها في الافتتاح ضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على العشوائيات في مصر، وأوضح الرئيس السيسي أنه على الدولة أن تسبق المواطنين في مطالبهم للإسكان من خلال توافر عدد من المساكن يغني الناس عن البناء في مناطق غير مناسبة تكون عبئا على الدولة في تطويرها وتجهيزها بعد ذلك. وأضاف الرئيس السيسي أنه ليس للدولة خيار آخر سوى إنهاء مشكلة العشوائيات، موضحا أن الدولة والمجتمع يقفان مع سكان العشوائيات حتى لو تطلب الأمر بناء مليون وحدة سنويا. أثناء الترشح قلت له ما انا عايز يبقى جنبي مني صندوق فيه 100 مليار جنيه، فالناس كلها قالت انت هتعمل ايه بال100 مليار جنيه؟ صندوق تحيا مصر اللي انا بتكلم عليه ده، قلت انا عايز فيه 100 مليار جنيه تبرعات من المصريين، فقالوا انت هتعمل بال100 مليار جنيه. هو ده التخفيف ده. ويعد مشروع الأسمرات هو بناء لمجتمع حضاري متكامل الخدمات لقاطين العشوائيات بالدويقة وعزبة خير الله واسطبل عنتر، حيث لا يقتصر المشروع فقط على التسكين بل يشمل التعليم والتدريب على الحرف المختلفة والتقويم المجتمعي والتأهيل الرياضي. أستاذ محمد، اقتربنا في هذا التقرير من هذا المشروع الكبير وتفاصيله، ويمكن أول مرة المواطن بيشوف الفلوس اللي دفعها لصندوق تحيا مصر بيشوفها كنتيجة ملموسة وحقيقة هو عارف فلوسه راحت فين، وده بيعني أنه كل مواطن عليه مسؤولية اجتماعية ومهم أنه يشوف نتيجتها. وعارفين أنه صندوق تحيا مصر هيلعب دور كبير في تنفيذ باقي خطة تطوير العشوائيات ومشاريع تانية كتير. طبعا عايزين نتكلم عن المسؤولية الاجتماعية للمواطن، لرجال الأعمال، لمنظمات المجتمع المدني. والله معالي الرئيس في الخطاب الأخير لأول مرة كان أشاد بدور المجتمع المدني وأشاد بدور الجمعيات النشطة، يمكن ذكر جمعية أورمان إن هي تعاونت معانا في إن إحنا عملنا ارتفاع بمستوى وتجديد وبنى بيو جديدة 1560 منزل أربع محافظات، فده تعاون كامل. يعني إحنا حتة الناس يشوفوا النتائج، طبعا الناس من حقها تشوف النتائج، بس النتائج بعض الأحيان تاخد وقت زي بنى المدينة دي. فإحنا بندعو كل الـ يعني هنا على فكرة اشترك معنا ناس كتير، اشترك معنا جامعات أهلية في إعادة تأهيل الأهالي في الصناعات الحرفية، في اشتركوا معنا كمان احنا عاملين برنامج لتمكين المرأة، احنا موفرين تمويل، هم بيدوا له قروض بيدروها بالنيابة عننا. طلبة كلية فنون جميلة لو قدر يجيب كشك كهرباء الجميل ده، ده بداية الأعمال. يعني مرسوم عليها رسومات جماليه، يعني استاذ ومعيد وعشرة طلبه، دي كل واحد ياخد زون ويعمل زي مسابقه في تجميليه. طبعا ودي مشاركه من الشباب في الفلسطينيه الجميله جامعه حلوان، بنشكرهم جدا عليها. ودي تفاعل الدور الباقي بقى النهارده، المفروض النهارده انا عندي منطقه خدميه، عندي منطقه تصنيع، تصنيع مش تصانع، يعني حرفيه، منطقه حرفيه، منطقه خدميه، منطقه اسواق. وتتمنى ان اصحاب المصلحة في المنطقة دي كلها اللي هم بيعملوا منتجعات كبيرة يبدأ كل واحد فيما يتولى نشاط ويحط، واحنا هنحط اسمه عليه اي حد بيتعاون معنا. يعني فيش اكتر من احنا الجمعية ساعدتنا، الرئيس اداهم مساحة طلعوا هم اتكلموا احنا ما كلمناش، فده معناه تقدير قد ايه لجهودهم اللي هيتولى معايا نشاط. انا بدعوهم يجوا ياخدوا خريطة المنطقة الخدمية، وكل مؤسسة ضخمة، المؤسسة دي هي مؤسسة محترمة جدا وعندها إدارة المسؤولية الاجتماعية وعندها خبرة، لأن بيشتغلوا بعض الأحيان في أكثر من دولة، يجي ياخد لي زون ويبدأ هو يضيف عليه خبرة، يطوروا ويشوف ايه اللي ممكن يتعمل، يطوروا بحيث احنا عاوزين الناس اللي تيجي هنا يبقى خلاص هو اتنقل نقل كامل، مصلحته وشغله موجودة. هنفكر كمان نعمل منطقة خدمات، هندرب بعض الشباب نعمل كول سنتر، وكل سنتر ده رقم معلن بحيث سكان المعادي ومصر الجديدة ومدينة نصر
محتاج اي خدمه ايه، محتاج سباك، محتاج نجار، يتصل بالتليفون. ودي فرص توظيف هايله جدا، انه هيجي هنا مثلا في المنطقه دي هيتنقل من الدويقه او من بطن البقر، ودي معروفه ان كلها احرفيين، فبالتالي يتم الاستفاده منهم في مناطق اخرى زراعيه مثلا. يتم الاستفاده من الارض وزراعتها وتسويق محصولها والى اخره، بحيث يكون في مساهمه في الانتاج في الدوله وتشغيل العمال. احنا دورنا ان احنا نلاقي المنظومه، واعتقد الشاب اي شاب لو لقى منظومه ناجحه هينضم ليها اكيد. لو المنظومه الناجحه دي بتوفر له دخل واستقرار وعلاج وضمان اجتماعي ومعاش، اهلا وسهلا. لو كمان بتوفر له تملك مشروع بيبقى حريص قوي انه يبدا مشروع صغير ومشروع يكبر بيه. احنا يعني مركزين قوي ان المنطقه دي بثلاث مراحلها تبقى نموذج يبدا يتقلد.